السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. طبعا ابراهيم عيسى الاعلامي طبعا طلع وقال تصريحات خطيرة جدا، والمشكلة في تصريحاته انه لقى مؤيد من الدرجة الاولى وهي الهام شاهين لتصريحاته. هنشوف الهام شاهين ايدته ازاي في الكلام اللي قاله، وكلامه اللي لا يعبر عن يعني ان هو حد فاهم في الدين او فاهم عموما. طبعا ممكن ألاقي انتقادات كتيرة، وانت ازاي بتهاجمي إبراهيم عيسى أو ولكن أنا هرد الرد اللي المفروض كلنا لما نسمع الكلام اللي هيقوله هيكون هو ده الرد. الإعلامي إبراهيم عيسى قال في 429 كلية، منهم الكليات النظرية في الجامعات المصرية معتمدة على الحفظ والتلقين، وقال طبعا إنها بتواجه الفكر المتطرف، وقال لي أنا أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن. قال ان دي حاجة كويسة، انا ما بقولش حاجة، ولكن اللي يخليه يقرأ قرآن المفروض يقرأ مرجع الادوية، وانه يفضل انه يتعلم ويشوف الادوية بتاعته ايه اللي ناقص او ايه اللي حاجة اللي المفروض هيفيد بيها الناس. ممكن اقول ان كلامه حقيقة لو هو كان دخل على الشاب طبعا الصيدلي ولقاه ان هو موقف طابور، والناس كل الناس ادويتها ما بتتصرفش، وان هو قاعد بيقرأ في القرآن ومقصر في حاجات تانية، ولكن هو دخل عليه لقاه بيقرأ، اول ما شافه قال له اتفضل حضرتك عايز ايه، وقام وساب اللي في ايديه وراعى شغله وراعى الحاجة اللي هو بيعملها. طبعا ابراهيم عيسى مش عارفه مين فهمه ان القران مقتصر على بتوع الازهر، او انه يدخل كليه نظريه، او انه هو لما يدرس احوال دينه او يتعلم حاجه في الدين او يقرا قران ان هو كده المفروض. لا، انت ازاي بتقراه؟ انا عارفه افهم، انت بتقول انا موديه كليه علميه علشان بس يفضل يتعلم في العلوم بس. القرآن يا إبراهيم يا عيسى مش ليه وقت ولا ليه كلية معينة، ولا هو مقتصر على أزهر ولا مقتصر على كلية علمية. احنا بنقرأ تقربا إلى الله، دي حاجة بتعلمنا. القرآن اللي انت بتقول انه ممكن يوصله ان هو يكون فكره متطرف، القرآن في كل حاجة، في علوم الدين وفي علوم الطب، ياما أطباء كتير وياما علماء كتير أخدوا منه حاجات اكتشفوها تخص الطب. طبعا المشكلة في تصريحاته إنها مش لقيت مواجهة من بعض الناس، لقيت طبعا سفيرة الكلام ده وسفيرة التطرف، مش هنقول سفيرة التطرف عشان أكون واضحة، سفيرة الإلحاد زي ما هي أعلنت إلحادها في بعض البرامج. قالت إن هو معاه حق، كلهم بيفكروا في الدين وبس، وسايبين مصالحهم وسايبين حياتهم، وفاكرين إن الدين ده هو الوحيد اللي هيعلمهم كل حاجة، وده تقصير منهم. رجعت تاني إلهام شاهين وقالت هو بس عايز يلفت الانتباه ان الناس تدخل عليه تلاقيه بيقرأ في المصحف، فيحس ان هو بيعمل حاجة كويسة وممكن ما يكونش فاهم عموما. عايز اقولك يا إلهام شاهين، انت امتى ممكن تكوني مسكتي المصحف؟ انت مش معروف لك دين، مرة بتتبرئي من الدين الاسلامي، ومرة تعتنقي الدين المسيحي وترجعي تسيبيه وتقولي انا ماليش دين، وكل دين في حاجة بتزعلني وحاجة واقفة ضدي، فانا ما عنتش عارفة هعتنق اي دين فيهم. وده تصريحاتك انت لما قلت كمان انا مش عايزة اسأل الدين في اي حاجة، الحاجة اللي انا شايفاها من وجهة نظري صح هي الحاجة اللي انا هعمل بيها. للأسف قالت إبراهيم عيسى محق في كل كلامه، لكن احنا شايفين طبعا رأيكم هيهمني جدا جدا في التعليقات، يا ريت تردوا معايا وتشوفوا كلام اللي هما بيقولوه ده، وان شاء الله ان شاء الله يكون في محاسبة لكل واحد بيتكلم كلمة، زي ما يكون في محاسبة لفتيات التيك توك وفي حاجات تانية بتحصل. لكن الناس دي بنسمع كلامهم مرور الكرام، وللأسف في ناس بتتبع هذا الكلام. ربنا يرحمنا من اللي ابتلى بيه غيرنا، اللهم امين. وفعلا ان لم تستحي فافعل ما شئت. سلام عليكم.